مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية على قناة رؤيا، والبداية بأبرز عناوينها. مدير اتحاد إذاعات الدول العربية يؤكد جاهزية هيئته للمساهمة في تغطية شاملة لقمة العربية بالجزائر. وزارة التجارة تكشف سبب ارتفاع الأدوات المدرسية هذا العام. اتهامات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو بعد حادث تسريبات كبيرة للغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم. أهلا بكم من جديد. استعرض وزير الخارجية رمطان العمامرة رفقة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي كافة الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لإنجاح القمة العربية، مرحبا في السياق بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. من جانبه أشاد الأمين العام المساعد بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد الهام، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة 31 قمة بدون ورق، وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية. نبقى في السياق ذاته، واستعدادا لتغطية إعلامية نوعية في مستوى الحدث للقمة العربية بالجزائر، استقبل وزير الاتصال محمد بسليماني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية سليمان عبد الرحيم، وذلك لمناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بالقمة حسب ما أفاد به بيان للوزارة. المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية أكد جاهزية هيئته للمساهمة في تغطية شاملة لأشغال القمة العربية بالجزائر عبر كل الدول العربية وغيرها، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية المعنية من أجل ضمان التحضير الجيد لنقل هذا الحدث الكبير. إلى قطاع التجارة، إن كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية راجع إلى توقف عجلة الإنتاج في السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا، وأنها ما زالت تعمل بوتيرة منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة. المتحدث ذاته أكد أن وزارة التجارة رافقت الدخول المدرسي من خلال استحداث نقاط بيع الأدوات المدرسية أسواق الرحمة التي وصل عددها إلى 78 سوقاً عبر القطر الوطني، وأن هذه الأسواق لبت الطلبات المشروعة للمواطنين وأعطت ديناميكية للدخول الاجتماعي بشهادة الجميع وعلى رأسهم أولياء التلاميذ. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة موستا إكسبو بمستغانم بمشاركة زها 200 عارض وطني وأجنبي من تنظيم الغرفتين الوطنية والولائية للفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية، حيث حملت طبعة هذه السنة شعار ثمرة الستينية من العمل المستدام لتحقيق الأمن الغذائي، التغطية لنبيل مطويق. معرض موستا إكسبو فضاء للتواصل بين مختلف الفاعلين في قطاع الفلاحة وكل ما تعلق بهذا المجال الهام وأهم البحوث الزراعية للمعاهد والمدارس البحثية العلمية في المجال الزراعي. جينا هنا للمعرض الدولي تاع الفلاحة باش نقدموا المنتوج تاعنا، درنا القوارض أنا والسيدة بن قفو فاطمة باش نديروا معرض تاع لي بات، قوارض بات فويتي بات صابلي بات بريزي، وميم طور انا دخلنا الحلويات التقليديه الاصيله تاع مستغانم. درت مشروع تاع محصره زيت زيتون لعصر وصفيه الزيوت النباتيه، عندي عام اللي درته نخدموا نعصروا كاع الزيوت النباتيه واللي على راسها زيت الزيتون، ونخدموا ثاني كاع لي صابون ارتيزانال توسكي لا كوزميتيك بيو كاع نخدموه، هذا عامنا الاول ورانا عاد بادين جدد. الهدف المرجو من الصالون بالدرجة الأولى إنعاش القطاع الفلاحي والذي يأتي في ظروف اقتصادية جد معقدة، كذلك خروج العالم من أزمة كوفيد وتأثيراته الاقتصادية على جميع الدول بما فيها الجزائر. يعني مليح نذكروا الوكالة هذه الدور تاعها هي جسر ما بين البحث العلمي يعني innovation ابتكار والمؤسسة، c'est une passerelle un lien، احنا اللي نربطوا اصحاب المشاريع هذوك يلحقوا يعني يصيبوا النتيجة تاعهم، ولكن باش يروحوا يدخلوا للسوق ولا يبيعوا المشروع تاعهم يعني شويه حاجه شويه صعيبه.
أجواء مميزة عرفها المهرجان الوطني الثقافي لأدب وسينما المرأة في طبعته الخامسة بولاية سعيدة بتواجد مشاهير الأدب والسينما في تظاهرة واحدة بهدف توطيد اللحمة بين السينما وصناعة السيناريو الذي هو أساس الصناعة السينماتوغرافية. التغطية لعبد القادر مذكور من سعيدة والقراءة لعماد أمير. الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني الثقافي لأدب وسينما المرأة لها خصوصياتها بعد الانفتاح والخروج تدريجيا من دائرة تفشي كورونا، ما شجع المدعوين للحضور، خصوصا وأن المهرجان برمج في بداية الموسم الثقافي، إضافة إلى الجو المعتدل الذي تتميز به مدينة سعيدة خلال شهر سبتمبر. Un échange intéressant et la rencontre avec le public. Je viens donc de sortir de la conférence où j'ai présenté Zelda. Les questions du public étaient pertinentes et j'étais ravie de partager avec eux et de parler des grandes lignes de mon roman. بعيدا عن القاعات السينمائية، سيكون الجمهور العريض المحب للفن السابع على موعد مع عرض سينمائي لأفلام جزائرية ببعض بلديات وقرى ولاية سعيدة لتقريب السينما من الجمهور. إلى الشأن الدولي، أين أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الروسي ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن تحميل بلاده مسؤولية تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم هو اتهام سخيف وغبي، أن يتم اتهام موسكو بهذا الأمر. وفي ذات السياق، وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على لسان مسؤول سياسته الخارجية جوزيف بورويل تحذيرات من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له. وكانت أنابيب خط نورد ستريم التي تربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق قد شهدت منذ الاثنين الماضي تسريبات كبيرة للغاز. صدمت عائلة من إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية مستخدمي رواد التواصل الاجتماعي والسكان المحليين بعد أخذها زينة الهالوين بطريقة فريدة هذا العام، وذلك عبر التحليق في السماء بدون محركات أو أجنحة هوائية. المشهد لقي رواجا كبيرا، ترك المشاهدين يتساءلون كيف تطير الفتاة، إلا أن العائلة أبقت الإجابة سرا. بهذا الخبر الطريف نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة.